أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أبيض وأسود. موضوع حلقة اليوم هو ألمانيا، هل هي بلد حلم أم كابوس؟ وفي هذه الحلقة سيركز على موضوع الهجرة الشرعية بين الشرق الأوسط وألمانيا وأوروبا بشكل عام. فننتج حلقة اليوم في مدينة الإسكندرية لأنها تعتبر نقطة محورية في مجال التعليم، وتعتبر كمان ربط أكاديمي بين مصر وأوروبا وألمانيا بشكل خاص. معي الآن زميلي حيثم مساوي. أهلا كونستانتين. أهلا. يعني آخر تاني. حد كنت خاله بيسأل السؤال بتاعة ألمانيا حلم ولا كابوس من صحفي ألماني، فسؤال قوي جدا. ما بتعتقد؟ ما بعتقد، ما أعرفش. يعني أنا أنت عارف طبعا أنا طبعا يعني بحب جدا أعيش في وطن عربي، رافض أنا كشكل شخصي الكلام ده فكرة الهجرة. بس دايما، وده اللي هنشوفه الحقيقة في المناظرة بتاعتنا، الكلام دايما ألمانيا فيها تعليم كويس، وده حقيقي طبعا، فيها صحة كويسة، فيها نظام. فدايما لما الناس تتكلم على أوروبا والهجرة يقول لك عشان هنا في الوطن العربي ما فيش نظام وهناك في نظام. فده اللي احنا هنفهمه النهاردة من المناظرة بكل عناصرها. فهذا موضوع اليوم. فقبل ما نبدأ النقاش مع ضيوفنا، نقدم ضيوفنا في هذه الفيديو القصير. أنا اسمي أمنة السيد محمد سيد الشرقاوي، سن 32 سنة، أنا حالة اجتماعية سنجل. أنا بقالي 3 سنين شغالة في مجال الدرماتولوجي شركات الأدوية، وقررت من سنة أن أنا أفتح حاجة لنفسي، وفعلا أنا عملت لها دراسة وكده، وبدأت فعلا فتحت شركة توزيع. شغلي عبارة عن حاجات الاهتمامات بالشعر والبشرة، حاجات ميديكال. أنا اسمي محمود نعمان، عندي 29 سنة، مصري، لسه مش متجوز، فعشان كده مديني فلكسبيليتي شوية أن أنا بعمل حاجات اللي أنا بحبها. أنا بحب شغلي جدا، ويمكن بتصنف شوية workaholic أو أنا بشتغل على طول. عملت شركة مساهمة اسمها معمل للتنمية. الشركة دي بتقدم co-working spaces. احنا اول ناس بدأنا فكرة co-working spaces في اسكندرية. Was ist das? Das ist ein Tannenbaum. Der Tannenbaum. Was siehst du? انا اسمي مروة عثمان، انا عندي 37 سنة، مصرية من اسكندرية، بشتغل مدرسة الماني و part-time photographer. الحالة الاجتماعية single. انا اسمي مدحت ماجد كوتا، سني 26 سنة، متزوج وعندي طفل. قررت بعد انتهاء فترة خدمتي للجيش ان انا اسافر السعودية. سافرت هناك سنتين في نفس المجال بتاعي كتصوير ومونتاج وافتر افكت وافكتس والحاجات ديت. ونرحب الان بضيوفنا الكرام في حلقة اليوم هنا. أرحب بمروة عثمان، هي تدرس اللغة الألمانية وتعتقد أن الحياة بألمانيا أفضل مقارنة بمصر، خاصة بالنسبة لحقوق النساء. أهلا بك. أهلا بحضرتك. وأرحب بمدحت كوتا، هو بيشتغل بمعهد كوتا وعنده علاقة شخصية خاصة وقوية مع ألمانيا. أهلا بك. أهلا بك. كونستانتين، خليني أرحب بالناس اللي في ضيوفنا شايفين أن مش مع فكرة الهجرة قوي. عايز أرحب محمود. أهلا وسهلا محمود. محمود كان من مؤسسة زي ما قال في التقرير من أهم ورك سبيسز اللي بدأت في مصر فعليا، وعايز أرحب كمان بأمنة. بس عايز أبدأ أسأل محمود سؤال. أنت في التقرير قلت أقدر أدي وجودي في مصر فرصة تانية. ده صحيح. يعني إيه بقى فرصة تانية؟ فرصة تانية يعني كل ما أنا شايف أن أنا لسه عندي فرصة أن أنا أحقق نجاح هنا، لسه عندي نفس وأن أنا أجري في التراك ده لحد ما هلاقي نفسي السبل بدأت تضيق بيا، زي ما حصل مع ناس حواليا من أصدقائي أو من ناس من قريبة مني. لو حس إن فرص بالنسبة له هنا ما بقتش متاحة، فبدأ يتطلع إن هو يسافر. أنا ما جاتليش التوقيت ده لحد النهاردة. أنا شايف عندي الشركة بتاعتي بتتطور، صحيح يمكن بشكل بطيء شوية بس بتتطور، وفي لسه أمل. فده اللي أنا كنت أقصده، يمكن أنا لسه عندي فرصة. مصطلح إن هو خلاص يعني راوند جاية أو فرصة جاية وخلاص، ما كان هتاخد أي قرار للهجرة. لا 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 لا، هو فعلا ان انا لسه عندي فرصه فاليد، بحس ان في تقدم، فما عنديش الدوافع اللي تجبرني ان انا اهاجر. طيب، ما عنديش ده دلوقتي. هل انت ضد الهجره لاوروبا؟ لو قلنا مثلا تحديدا معظم الناس او معظم اللي هنتكلم عليه الموضوع النهارده الهجره لاوروبا، ليه؟ لو قلنا كده في واحد اتنين. انا تاني زي ما كنت قلت من البدايه في التيزر، بس انا يعني ما اقصدش ان انا ضد الهجره. انا رايي الشخصي ان انا ما عنديش الظروف اللي تخليني اهاجر، ودي تختلف على ظروف اي حد تاني.
فانا وجهه نظري ان العيشه في اوروبا ما هياش سهله، وفي ناس عندها تخيلات ان الحياه مثاليه هناك او ما بعد الطياره. انا بسميه كونسبت موديل الطياره، يعني ان انا بركب الطياره وبروح فين بقى، بروح بعمل ايه، بدرس ايه، بشتغل ازاي، عايش ازاي، بسكن ازاي، مبسوط ازاي في حياتي. في ناس كتير بتجهل ده، وللاسف بيصطدم بالواقع الحقيقي لما بيواجهه بشكل فعلي، وممكن ما بيبقاش، ممكن اوقات كتير من اللي شفته من دواري الحياه ما بيبقاش موافق قوي. فانت النهارده عندك فرصه ان انت تحاول وتحقق حاجه هنا. لو ده ما حصلش وما عندكش طريق تاني غير ده، ساعتها ممكن اغير وجهه نظري، بس حتى الان انا مش مع فكره الهجره. مروه، اذا بدك تروح المانيا، ماذا بتعرف عن يعني الوضع السياسي في الوقت الحالي في المانيا؟ انا بسال لانه هناك يعني اليمين في المانيا في الوقت الحالي اقوى من ذي قبل، عشان الهجره من دول الشرق الاوسط، انه هناك ناس خايفين بالمانيا، كمان خايفين لانه هناك ناس كثيره من دول اسلاميه مثلا. والله انا شايفه ان العنصريه ممكن تكون اوريدي موجوده دلوقتي في مصر، مش شرط ان انا عشان اسافر هناك يكون في عنصريه. العنصريه ممكن تواجهك هنا دلوقتي، لو انا مثلا حد منقب ممكن انا ابقى بالنسبه له شخص مش على نفس التيار، فحواجه عنصريه منه. فالعنصريه موجوده هنا او في المانيا او في اي حته. هي الفكره بس كمان انه السفر لالمانيا، هنا الحاجات اللي بتكون احلام بره بتكون حقوق، سواء في التعليم او في العلاج او في اي حاجه. انا طبعا عارفه ان المانيا مش جنه، اوكي، وعارفه ان في تامينات وفي ضرائب وفي حاجات كتير بتدفع كمستوى معيشه، بس انت في احترام للقوانين، في احترام للشخص، في احترام للشغل وتقديره، فدي حاجات كتير مهمه اعتقد ان هي مش موجوده قوي هنا. بس انت بتعرف صعوبات كمان، يعني مثلا بالنسبه للنساء مع الحجاب بالمانيا. انا بسال هيك لانه انا بعرف ان الناس عندهم صعوبات كثير بالحياه اليوميه في المانيا، عشان الدين، عشان الثقافه، هذا تختلف كثير بين مصر. اعتقد دلوقتي في عدد، يعني المانيا فاتحه ابوابها كثير للسوريين والاتراك، ما فيش العنصريه القويه قوي اللي انا بسمع عنها يعني. لا، هي الدنيا انا شايفه انه في سوريين كتير موجودين ومتقبلين للحجاب، ومفيش اي عنصريه الا في بعض الفئات ممكن تكون اوريدي موجوده دلوقتي في مصر. انت بتحكي مع عرب في المانيا؟ بتعرف لي اصدقاء هناك في المانيا. ما بيقولوا هذا؟ بيقولوا لا. يعني هو وجهه النظر دي هنبدا نعرضها بشكل مفصل اكتر خلال المناظره من استطلاعات راي كمان في المانيا وفي مصر. انا عايز اروح لفكره كمان، انت زي ما محمود صلح لنا فكره، هو مش ضد الهجره بس هو لا يحبذ الهجره في الوقت الحالي، او هو شايف ان هو في فرصه موجوده دلوقتي او في حياه هو فيها مش شرط يسيبها ويروح تاني. انت من بعيد كده العوامل كلها، انت ليه عايشه في مصر؟ انت والدتك بولنديه، والدتك دلوقتي مقيمه في مصر، في المانيا عفوا، وانت عشتي معظم حياتك في ليبيا قبل ما تيجي مصر، وبتسافري كتير وفقا للتقرير اللي شفناه. فالناس بتسال طب انت ليه موجوده في مصر، ما تروحي تعيشي مع والدتك في المانيا وخلاص. بص، عامه هو الظروف عامه، بمعنى هنا احسن من المانيا. انا لو هروح، لو سافرت انا المانيا كزياره تمام، بس ان انا ابدا حياتي من الزيرو، كلمه زيرو زي ما انا قلت قبل كده، لا ده بالنسبه لي صعب. ان انا ابدا شغل من زيرو، ان انا ما عنديش حتى لو عندي لغه كده، لا الموضوع هناك مش ايزي. هنا انا بقالي تقريبا 8 سنين هنا في مصر، لا بنتنقل الشغل اللي انا عاوزه عادي، ما حدش بيدي تحكمات، عايشه اللي هو مقفصت اهلي وناسي. حته تسافر ماما بره دي لا، الظروف، عشان احنا جايين من ليبيا، يعني الدنيا عندي شويه سيتويشن بتاعتي متلخبطه شويه، ان انا جايه من ليبيا، فاحنا صوت ماما اضطرت انها تسافر، بس ماما بتيجي وبتروح، هي دي الفكره. لكن انا اسافر بره مش في المانيا، لا الشغل في المانيا ممكن بيقدروا زي ما قالت كده، بس بمعنى عذاب تمام، بس لا هنا في بلدي احسن. لا انا عايش في بلدي، في سناسي، في اهلي واصحابي، لا احسن بكتير من انا اسافر. ما هو يعني الهدف الشخصي لما تحلم عن الحياه بالمانيا؟ هو الهدف الشخصي انا بدور على التقدير، يعني التقدير، يعني بما اني اصلا جربت السفر في السعوديه والشغل في السعوديه، انا يعني كان ممكن افضل قاعد هناك. فكره التقدير نفسه ده انا ما لقيتهاش في اي مع اي حد غير الالمان، بمعنى صح، لان هو بيقدر الموهبه، بيقدر الشغل.
حتى لو انت ما عندكش المؤهلات اللي هي الشهادات والاوراق اللي هي بيعترف بيها في الدول العربيه كشهادات دراسيه وكده، بس هو شايف عندك الموهبه بيقدر ده، بيديك الشغل اللي انت تقدر تعمله وبيقدرك حتى نفسيا ومعنويا لده. ففكره العمل في السعوديه او في مصر او في اي دوله عربيه، بما اني اصلا جربت الشغل هنا وهنا، مش حاببها من ناحيه التقدير. فلما اتعاملت مع المان لقيت ان الفرصه افضل في ان انا اتعامل مع المان في شغلي، افضل بكتير جدا من اتعامل معاهم هنا او في اي دوله ثانيه. في الوقت الحالي نناقش في المانيا حول موضوع الاندماج، وهناك مهاجرين كتير اللي بيقولوا حتى ولو بعد 30 و40 سنه والالمان ما بيفكروا ان المهاجرين جزء من المانيا. فهذا موضوع مهم جدا بالوقت الحالي. ما تفكر لما يعني تسمع هذا؟ يعني فكره الاندماج هو في اي دوله، يعني انا حتى يعني جربتها لما سافرت السعوديه، الاندماج مش موجود في اي دوله، برضو مش موجود مهما كانت الدوله. الاندماج اي دوله بيبقى حاسس ان اللي جاي عليه اخد فرصه شغله، اخد حقوقه اللي هو المفروض ياخدها. ففكره الاندماج دي في اي دوله هلاقيها، حتى في مصر لما الواحد مثلا ممكن يسافر القاهره بيحس ان الناس اللي جايه من اسكندريه دي جايه تاخد شغله. ففكره الاندماج في اي دوله موجوده، بس هي بتبقى بدرجات. فالمهم في النهايه ان في شغل، في تقدير، مقابل ده انا شغال، انا موجود. بس بذات الوقت هذا ممكن يعني ان حتى نهايه الحياه مش سيكون جزءا من المجتمع الالماني. ده طبيعي، يعني هو نفسه الالماني لما بيجي مصر عمره ما هيعرف يندمج بالشكل الكامل ان هو يبقى اسمه مصري. ده طبيعي لان هو البيئه اللي اتربى فيها غير البيئه اللي بس هو مش بيبقى فيه. جاي مصر از مهاجر، ممكن يبقى جاي لمشروع، مش عايز اقول اجازه، جاي لفتره ما، بس يعني مصر مش بلاد اللي اوروبا بتسافر ليها تهاجر. بس عايز اروح بس من اللي انت قلته بعد اذنك لنعمان. فكرة ان هو مهما حصل كمشروع في مصر، مهما حصل كمجهود في مصر، مفيش خطوات حاجة هتعود بالمقابل، يعني مش هتاخد حق اللي انت عملته ده. سؤال فعلا، هو سؤال حساس جدا. يعني طبعا انا متفق مع مدحت في الكلام اللي هو بيقوله، سؤالك جاي في نقطة مهمة قوي. يعني ده للأسف صح، يعني بس لو انت بتتكلم على المنظومة هي كلها عندها الفكرة بتاعة ثقافة العمل شكله عامل ازاي في مصر، وثقافة العمل شكله عامل ازاي في اوروبا او بالاخص المانيا، انا شايف فرق كبير طبعا. فهو طبعا هو سبب كافي اللي هو بيتكلم فيه مدحت، ان حد مش حاسس بالتقدير. او خلينا نتكلم عني انا بشكل شخصي، يمكن ما عنديش باص او يعني مدير ليا، فانا قررت ان انا اعمل المشروع بتاعي وشغال فيه. بس التقدير من هنا ياتي ناحيه طب مقابل المجهود اللي انا بعمله، وان انا خدت المخاطر دي كلها، وان انا اجتهدت ان انا اعمل بدايه، وان انا احط فلوس واجمع افكار واجمع ناس واجيب عملاء، هل من المنطقي او من العادل العائد اللي بيجي لي من خلال ده؟ انا وبشكل شخصي شايف انه لا، قولا واحدا. طب خلينا نرجع خطوه ورا باللي انت بتقوله ونشرك برضو مدحت معانا. هو لو انت عملت مشروع زي ده في بلد زي المانيا مثلا، هل انت هيبقى عندك نفس الفرصه؟ هنا هرجع لسؤالي عن التعليم. التعليم بتاعنا، وده سؤال ليكم انتوا الاربعه طبعا، وده اللي احنا كنا بنناقشه انا وانت كونستانتين قبل الحلقه، التعليم بتاعنا هينفع ان هو يسد مع التعليم ومؤهلات الناس اللي بره؟ بس صدقني هي سؤال مش كامل، لان انا ما ينفعش اجتزئ من النص حياه واحد اتعلم وعاش وتعود على بيئه معينه بجيفنز وريسورسز او معطيات وموارد معينه، وبعدين افترض ان هو هيديل او يعني هيتعامل بنفس التعاملات ده في بيئه مختلفه تماما. لا، انت ممكن لو عايز المقارنه العادله تكلمني لو انا واخدت نفس العدل من التعليم ونفس العدل من الدعم من الحكومه او من الدوله، ان هي بتبص للبني ادم ده ازاي تكوينته بتبدا من البدايه عشان يعرف يتكيف ويبقى برودكتيف او منتج. لا، هو طبعا ما ينفعش ان انا بتعليمي ده وبثقافتي واللي احتكيت بيه والريسورسز اللي عندي النهارده هكون عملت نفس المجهود اللي انا عملته ده في المانيا. هبقى واخد نفس كلمه امنه ان انا هبدا من الصفر، لا بل ببدا بعد قبل الصفر بشويه كمان، علشان اوصل للصفر محتاج اعمل مجهود كبير عشان ابقى هناك الناس سبقانه بمراحل كتير في التكنولوجيز او في التعليم او في الثقافه عموما من ناحيه ثقافه العمل.
علشان اقدر اقارن نفسي ان انا لو بشتغل في لا لا يعني هياخد وقت طويل جدا عشان يوصل للليفل اللي هم فيه. طب خلينا نقف هنا يا قسطنطين بعد اذنك وبعد اذن الضيوف طبعا ونروح نشوف يعني حد من اساتذه جامعه القاهره اللي عنده خبره في التعليم في المانيا والتعليم في مصر ممكن يقول لنا ويصيغ لنا الموقف عامل ازاي في التعليم هنا والتعليم هناك. انا درست فتره ترم دراسي في المانيا وبقالي دلوقتي اكتر من 15 سنه في الجامعات المصريه. لم اجد فارق يلحظ او يذكر ما بين الطالب الالماني والطالب المصري. كيف يستطيع الطالب العربي ان يندمج في الجامعات الالمانيه؟ النظام نفسه في المانيا بالفعل بيسمح بهذا الاندماج، بيدي كورسات مختلفة علشان يحصل هذا النوع من الدمج، بيحاول يساعد الطلاب الجدد انهم يديهم زي حاجات ثقافية وحاجات ارشادية وحاجات تفهمهم السيستم بتاع النظام السياسي بيشتغل ازاي، النظام الاجتماعي بيشتغل ازاي، ايه اهم الخدمات اللي ممكن يحصل عليها، كورسات لتعليم اللغة، لان طبعا اللغة الالمانية يمكن هي دي اللي بتخلي شوية الواحد تبني ما بينه وبين المجتمع سور، انا مش فاهم اللي حواليا بيتكلموا ازاي، مش قادر اندمج معاهم، لكن الدولة بتوفر له تعالى في عندي كلاسز مخصوص عشان تتعلم اللغة. فالحقيقة النظام نفسه عنده استعداد، لكن لازم يتوافق الاول الاستعداد الشخصي. هو الحقيقة لو اتكلمنا على التمييز سواء في المدارس أو في الجامعات، أنا رأيي إن التمييز ده موجود وظاهرة موجودة في كل حتة، مش بس في الدول الأوروبية، كمان عندنا في الدول العربية وفي مصر وفي كل مكان. إزاي أكسر ده وإزاي أتعامل معاه؟ لازم أوفر للطلاب أنشطة تجمع ما بين وتدمج هذا الشخص بصرف النظر عن لغته، بصرف النظر عن جنسيته، يحس إنه جزء من هذا المجتمع. مدحت، لماذا بدك تروح ألمانيا؟ عشان التعليم وعشان حياة أفضل؟ هو أول سبب أكيد التعليم، إن في مجالي في الميديا في تكنولوجيا، في تطور، في شغل، في شغل الميديا عموما في مصر هنا مفيش فرصة كبيرة، يعني مفيش فرصة إن الواحد يقدم شغل كويس وياخد عليه حتى على الأقل أجر مادي كويس، فعلى الأقل فبداية تعليم هناك، تعليم بداية التصوير من الشغل، الميديا، الشغل ده كله. بس هناك مساعدات من الخارج كمان بمصري بهذا المجال في الوقت هالي. في مساعدات في المجال ده، بس يعني المقابل بقى، يعني أنا هتعلم هنا بس بعدين وبعدها، يعني بعد ما هتعلم فين هطلع الشغل اللي أنا اشتغلته أو الحاجة اللي اتعلمتها هشتغله فين؟ فهي بروح برضو نفس النقطة، ان هو التقدير شغلي دوت هروح اشتغله فين. مدحت، هو انت ما جالكش اي فيدباك من ناس مسافرة؟ ده سؤال فعلا انا بيجيلي فيدباك ده، انا معظمنا في سن بعض، انا اكبر منك بكتير شوية، ان صحابنا اللي بيسافروا وبيهاجروا او شغالين في مشاريع او بيحضروا رسالة ماجستير او دكتوراه بيرجع يقولك انتوا عايشين مرفهين قوي، وانتوا بتعيشوا في بيوت كبيرة، وانتوا مش عارفين الحياة هناك صعبة ازاي. فهل انت متخيل ان هتعرف تواكب الحياة اللي هناك لو انت فعلا، في ناس من اصدقائك بيقولوا كده، انا في ناس بيقولوا كده، معرفش امل، معرفش عفوا امنة ومروة ومحمود ممكن يكون رأيهم ايه، بس في ناس ترجع تقولك انتوا مرفهين، انتوا ايه العربيات اللي راكبينها دي، الخروجات اللي بتخرجوها كل يوم، السفر اللي بتسافروه ده، ايه الشقة الكبيرة دي، انتوا مش فاهمين الناس هناك عايشة ازاي. ما بيحصلكش رد الفعل ده؟ بيحصل، وانا عشته، يعني انا عشت في غربة، يعني غربة فترة في اوضه برضو. انا بتكلم على اوروبا تحديدا، ان اوروبا بالنسبه لي هتبقى مش حاجه جديده، برضو فكره ان هو الواحد يعيش في اوضه دي برضو هتبقى برضو بالنسبه لي هيكون افضل، ان برضو الاوضه دي برضو بالنسبه لي هتبقى مكان مجرد هنام فيه لحد ما اروح اشتغل، ان هو فكره الشغل نفسه. بس انت عندك اسره. بالظبط، بس الاسره دي، ما هو برضو لو انا هنا، انا موجود هنا، انا هعيشهم ازاي؟ اسره يعني شركه في الحياه، فممكن انت تقبل بده كوضع، بس لسه اسرتك ممكن ما تقبلش بيه. بس خليني اقف هنا وهرجع لك في النقطه دي اوعدك، بس عايز اسال محمود سؤالي نفس القصه كولد كمان موجود معانا في طاوله الحوار. هل احنا عايشين مرفهين؟ هل انت المشروع بتاعك اللي هو المعمل واللي عمل فيدباك فعلا حقيقة ورك سبيس موجود في مصر، لو اتعمل في المانيا كان هيبقى عادي، بس في مصر ما بقاش عادي؟ فاهم قصدي؟ فاهم الميزه اللي بتكلم بحاول اقولها دي بشكل او باخر؟ كنت ممكن تعمله في المانيا وكان يبقى قبليه مثلا مشاريع قبل كانت عامله زي كتير، بس في مصر هو كانت حاجه منوره وباين ان في وراها شغل بجد، لان ما كانش فيه زيها. هل دي تعتبر ميزه ولا ما بقتش ميزه خلاص؟ فاهم سؤالك، بس هو يعني هي السؤال رجعني لدرجه ان انا بتكلم على الحاجه اللي انا شايف ان هي فيها انوفيشن،
هي معموله من زمان هناك، فده اللي فيه سخريه نوعا ما ان انا عملت فكره صحيح جديده ومبادره وفاست موفر والكلام الجميل ده كله، بس هو في الاخر هي متاخره كتير عن اوروبا وغيرها من دول متقدمه. بس لو انا رجعت للسؤال ده، ان الناس اللي عايشه مرفهه او انت عندك هنا بريفليجز مش سهل تاخدها هناك، او عندك مميزات هنا مش سهل تاخدها هناك، بس هي تريد اوف في مقابل ان انت مش بتاخد الحياه المرفهه دي هناك، انت بتبني في اسد تاني زي ما انا متفق مع مدحت، هو جنب التعليم. يعني انت لو هناك في ميشن عشان تتعلم دراسه وترجع بيها ان انت تنمي بيها شركتك او شغلك او تدبر شكلك عامل ازاي هنا في مصر، ده مقبول جدا. انا مع ان انت بتسعى ان انت تتعلم المعلومه الجديده والاب تو ديت في اي مكان في العالم مش بس في المانيا او في اوروبا، بس المهم ده يكون لبيربس. بس صح احنا هنا عندنا حياه ارخص، يعني معيشيا ارخص، وعندنا الفكره بتاعت البيوت الكبيره وهناك كلها ستوديوز. او انا قعدت فتره في اوروبا كانت قصيره، بس اللي انا شفته ان هي مش سهل خالص ان انت تاخد المميزات اللي انت كنت متعود عليها في مصر دي هناك، لان انت واخد هناك مميزات اوريدي مش لاقيها هنا في مصر. فهي دي التريد اوف، انت هتروح هناك لازم تعمل تنازلات، او هتقعد هنا هيبقى عندك تنازلات، بس هي بترجع لكل واحد والبريوريتيز بتاعته او اولوياته، انت ايه اللي في التريد اوف دي ممكن تضحي بيه مقابل الحاجة التانية. هو ده السؤال اللي بيرجع على كل شخص تماما مختلف عن التاني. كونستانتين كنا بنتكلم، شكرا جدا محمود، كنا بنتكلم انا وانت وقلنا ان احنا هنسأل امنة ومروة على فكرة هل قرار الهجرة او ان انا اسيب الوطن العربي اروح اي بلاد اوروبية تحديدا، هل هو مرتبط بحقوق المرأة؟ سؤال صريح جدا زي ما قال الكتاب كده. سؤال طبعا ليكي وبعد كده لمروة. في بلدنا هنا في البلد العربية عموما هو بص، هو العادات والتقاليد طبعا، انا لو كبنت اقول لهم انا مهاجرة قالون، اعتبر ما فيش حد في اي عيله، اي بنت مصريه العيله يعني هتوافق كده. لكن حتى وايفن انا بيدوي، انا مامتي اجنبيه كذا مره بقول لها اسافر لوحدي، بتقول ما احطش بنزين جنب النار، ده دليل يعني. لكن انا كاجنبيه لا، فرق شاسع. هي حقوق المره ممكن هنا النقطه دي، بس لو هنا المجتمع فيه اوبن مايند ممكن هنا شويه. لو ايدك مثلا مع مره حته انا البنت تسافر زي الولد، انا تاخد الانفو ازاي مثلا ناخد اتعلم وارجع بيه هنا، لا ده تمام. لكن بس حد دلوقتي فكر هنا لا، هنا ممكن حقوق المراه هنا مختلفه. انا ما عنديش المشكله دي الحقيقه، مش بتواجهني. انا اهلي مشجعيني جدا على السفر، بالذات لان انا عايزه ادرس ماستر هناك. انا خريجه تربيه اطفال وما اشتغلتش في مجال الاطفال ده خالص، لان انا عارفه انه مجال صعب مقلق جدا، ان انت بتبني كيان. فهنا الدراسات كلها عباره عن ان انت بتحفظ حاجات معينه عشان تقولها في الامتحان وخلاص. هو ده شكل التعليم عموما في مصر، فانا مش ده اللي بتمناه. انا بتمنى ان انا ادرس حاجه فعلا اقدر فيها افيد بيها الناس، وده اللي انا بحاول اسعى له. وبدات ان انا فعلا ادرس اللغه الالمانيه وبقالي فتره فيها، علشان احاول ان انا اقدم على ماستر مثلا في اي جامعه هناك. واهلي مرحبين جدا بالفكره دي جدا يعني، فمش بلاقي مشكله في الجزء ده. قريت انه هنا قريت قبل ما جيت مصر بصحف يعني هناك مشكلات كتير بالنسبه لحقوق حقوق المراه بمصر حتى اليوم. بس يعني ما هي فيك بتيجي امثله اضافيه؟ حاجات بسيطة جدا يعني، مثلا ممكن تلاقي المدير يدي مرتبات اقل للبنت عشان عارف ان البنت هترضى، لكن الولد لا، ممكن ما يرضاش بالمرتب القليل ده، فممكن المرتب بتاع الولد ده يجيب منه 2 لبنت. او مثلا البنت دي فين ده يا جماعه؟ لا لا هنا والله حقيقي والله. هنا في مصر انا دلوقتي بشتغل مدرسه. هو دي للاسف فعلا، بس لما يلاقي البنت يعني في الشغل عامه لا، ان هي واخده حقها زياده او لزوم. هنا مش يعني هنا لازم احنا نلاقي البنت لازم تبقى بنت مسترجله، مش معنى كده ساعتها بقى تاخد حقها. هنا ممكن البوينت عارف ان هي طيبه فمش هتتكلم، مش عارفه، لكن هي لازم تقف ليها زي ما بقول لك، احنا نثبت نفسينا هنا. هذا يختلف من مدن كبيره الى مدن صغيره. انا بتكلم عن اسكندريه، انا ما اعرفش يعني اسكندريه والقاهره اعتقد يعني. ممكن بعد فتره مثلا بنت تيجي تقول له انا اتخطبت، انا اتجوزت، انا حامل، انا مش هينفع اكمل. طب هو بعد ما علمها واستثمر فيها وقعدت وقت في المكان ده واتعلمت فيه كتير، هيجيب لسه حد من الاول عشان يعلمه ويدربه ويأهله ان هو ياخد الجزء ده في الشغل؟ ف
يعني افويد خالص موضوع البيت لان اجيب ولد واستقر. اه بس هو برده البنت في مصر يعني لما بتتجوز وبتخلف ما دي حقيقه ده واقع بتخلف كتير قوي يعني بتقعد تخبطها عشان تخلف يعني هناك الوضع الاقتصادي دلوقتي ما بقاش يسمح بترجع الشغل ده. لكن هي في مصر بتقعد يعني فتره كتيره أيوة الموضوع بس ما عندي كعمل انه يعني ان الدنيا سيحسن الوضع. اه اعتقد يعني الناس دلوقتي بدات تفهم شويه البنات عايزه فعلا تشتغل وتحقق نفسها وتحقق ذاتها بس بدل الواحد بدك تروح المانيا عشان هيك عشان التعليم. اوكي كونستانتين كنت انت قلت لي على اللقاء اللي حصل بين فريق عمل بلاك اند وايت في مقر هيئه الامم المتحده للمراه يو ان ويمن وضع المراه في اوروبا ووضع المراه في الدول العربيه بشكل مفصل. خلينا نشوف التاريخ. الكثير من النساء العربيات بيتطلعن الى الهجره لاوروبا لانهم بيعتقدوا ان لديهم مساحه اوسع من الحريات ومن الحقوق، ولكن ليس بالضرورة أن هذه الحقوق تكتسب أو تعطى لهم فور وصولهم. بيكتشفوا أنه أنا يجب أن أعمل ساعات طويلة، ليس لدي الوقت لأمضي مع عائلتي أو أطفالي، لو أحببت أن أخذ إجازة من الصعب أن أحصل عليها. الدخول بالكاد تكفي لمتطلبات الحياة اليومية. إلى الآن التفرقة ما بين المرأة والرجل الأوروبي في الرواتب والأجور لا يزال عالي، يعني المتوسط الأوروبي تقريبا 16%. برضو في معظم الدساتير العربية تكفل المساواة ما بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق. طبعا يكون هناك في عبارة تخص الشريعة وبما يتساوى مع الشريعة أو بما يتناسب مع الشريعة، ولكن الحقوق كلها موجودة في الدساتير. في تحسن في الدول التي لا تمر بنزاع مسلح، ولكن هناك تقهقر مقلق في الدول التي تعاني من هذا النزاع كاليمن، كسوريا، كالعراق، كليبيا. قدرنا ان احنا نلغي مادة 522 من القانون الجنائي اللبناني اللي هو كان بيتيح للمغتصب ان يتزوج من الضحية، ولو حصل ده بتسقط عنه العقاب او المسؤولية الجنائية. قدرنا ان احنا نعمل نفس الشيء في الاردن وإزالة مادة 308. مدحت حابب اني احكي حول يعني الاندماج بالنسبة للهوية العربية. هل بتعتقد انه ممكن ام تعيش بألمانيا كعرب مع هوية العربية؟ وكيف ممكن؟ ممكن. هو يعني انا حسب علمي حسب ما شفت عمي وخالي حتى في دولة أوروبية تانية يعني زي اليونان، او عمي برضو كان في النمسا، فألمانيا حسب ما شفته وحسب ما هو كان بيحكي او بيتكلم عن الموضوع في اندماج. في اندماج بيحصل في التعامل. اكيد هو مش هيبقى في الاخر ألماني في النهايه، لان هناك في تعايش، في 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 تعامل حر، في حريه في التعامل. مش برضو يعني الموضوع الاندماج موجود في كل حته يعني. مش ربما هذا يغير في الوقت الحالي، يعني مثل ما قلت لك قبل يعني هناك نقاشات سياسيه قويه جدا حول موضوع الاندماج. هل ممكن ان شخص من دول عربيه اسلاميه سيكون جزءا في المجتمع الالماني وبذات الوقت هني مسلم ويعني عندهم هويه عربيه، هويه مختلفه من يعني الثقافة الألمانية؟ هو في مشكلة فعلا يعني في بدأت توضح مشكلة، بس برضو بتبقى أفراد يعني مش موضوع عام. والدليل إن هو في سماح لحد دلوقتي إن هو الناس من الدول العربية تروح، في سماح بحريات الحريات نفسها هناك. فالموضوع برضو مش عام يعني جزء لا يتجزأ، جزء بسيط جدا.
ففكرة التعايش مش أزمة هناك، يعني هو على حد علمي مش أزمة. الأزمة إن إحنا برضو نتعايش في بلدنا، يعني هي الفكرة في التعايش نفسها مش موجودة في بلدنا، مش عارفين نتعايش في بلد المفروض هي إحنا جزء منها. أنا كألمان أنا بدي بعرف ماذا يعني هوية عربية بالنسبة إليك في أوروبا لما بيعيشوا العربي أوروبا، ما ماذا هذا؟ ما معنى هذا يعني تعايش بالنسبة للشعائر الدينية أو كده ولا تعايش الهوية العربية بشكل عام؟ يعني قصدي اللي بيعنيك الهوية العربية لو أنا فاهم سؤال قسطنطين صح، لما ازاي تحافظ على هويتك العربيه وانت في المانيا، ده معناه ايه؟ يساوي ايه بالنسبه وجهه نظرك؟ هو مش هيبقى حفاظ على الهويه العربيه اكتر من هو تعايش بالوضع الحالي. يعني هو التعايش هو الافضل، يعني انا شايف ان يعني الاندماج مش هيبقى حفاظ على الهويه العربيه، الاندماج بيبقى بتعامل معاه يعني في شغلي في حياتي، بس حياتي الشخصيه خلاص بقت ليا، طالما انا موجود لوحدي دي حياتي الشخصيه، اعتقد مفيش حد له دخل في الموضوع مهما كان مين. يعني بس بالتالي هذا يعني انه اندماج من جهتك يعني اندماج في الشغل في يعني في الاطار القانوني، بس بالذات الوقت هناك جانب ثاني اجتماعي بالضبط اجتماعي دوت خاص بي، يعني اكيد ما فيش اي مشكله بس في هو يعني هو هيبقى في ناس ثانيه. يعني مثلا مروه لو سالنا نفس السؤال اللي قاله كونستانتين، لو انت سافرتي وانت من الناس اللي عايزه تسافر، الهويه هتحافظي عليها ازاي وفقا لوجهه نظرك؟ كل واحد بيحافظ على هويته وفقا لوجهه نظره. هو اهم حاجه ان انا هحافظ على ديني، بس طول ما انا في اي حته في اي مكان هحافظ بس على ديني، احافظ على حجابي، احافظ على الحاجات دي تمام. لكن انا كل اعتقد يعني المانيا ان هي موجوده فيها ديانات كتير، ثقافات كتير من دول العالم كلها، فما فيش مشكله هيجي يقول لواحد انت ليه بتعمل الشريعة دي أو ليه لابس الحجاب ده، لأن في كذا ديانة تانية وكذا ثقافة تانية، فلو هو طرد الناس دي كلها أو بقى في صراع وفي عنصرية مع الناس دي كلها ما فيش حد هيستفيد من التاني، هو الموضوع متبادل، أنا رايح أتعلم وهو برضو هيستفيد من وجودي. زي ما قال كونستانتين الوضع الحالي وفق اللي قاله كونستانتين، إن التجربة الألمانية كتير بيقولوا إن هي علاقتها باللي حصل في الهجرة واللاجئين إعادة نظر على اللي حصل، تمام، اعاده تقييم على اللي حصل، ده الوضع الحالي او الموجه الحاليه اللي موجوده، ان هم يرجعوا تاني يعني ان هم ممكن ياخدوا خطوه ورا، مفيش قرار معين، ده يعني مش هقدر انا اقول حاجه معينه، بس مفيش قرار معين. فانت بتشوفي ان ده ممكن يحصل في بلد شافت التجربه دي بكثافتها مع عدد من اللاجئين مع عدد من المهاجرين، ولا انت هيتبص برضو نفس البصه بتاعت فكره ان انت جايه تاخدي حقوق مواطن الماني، لان ده اللي موجود دلوقتي في الموجه بتاعت ان المانيا ضد اللاجئين. ما هو الاحساس ده انا ما اقدرش اقيمه، انت بتتكلم في شعب كبير، انا ما اعرفش يعني دايما يقولوا مثلا في الشرق عنصريين اكتر عن الغرب، لا مش عارف فين هنا عنصريين عن هنا، انا ده ما جربتوش وانا لسه ما سافرتش المانيا، بس كل اللي انا اقدر اوعدك بيه ان انا احافظ على يعني هويتي كبني ادم مسلمه مصريه، بس ده اللي انا اقدر اوعدك بيه. اما لسه اوروبا حلم وفق وجهه نظرك او وجهه المجتمع اللي انت تقابليه اصدقائك اخواتك زملائك، حلم للسفر عموما، حلم السفر والعيش هناك، ولا الحلم ده بدا يتكسر شويه؟ لا هو بص، هو حلم بالنسبه لي ان انا اسافر وارجع مش كعيش، هسافر ان انا برضو عندي عائلتي هناك قريب ان انا اروح وارجع فكره السفر، لكن كعيشه لا بالنسبه لي لا يعني ممكن كبعدين بس لا يعني. محمود نفس السؤال بعد اذنك، الهجره لاوروبا دلوقتي حتى من سواء محمود او المجتمع اللي محمود بيتصل بيه، صحابك اخواتك كل الناس تعرفه، لسه الهجره لاوروبا حلم ولا بقت كابوس ولا حاجه بين البنين؟ هو لو لسه حلمي يبقى انا المفروض ان انا باني على كلام ان انا حاسس ان ده حلم ليا، بس انا ما كنتش واخد التيار ده من البدايه. بس لو خدت السؤال بتاعك في السياق بتاعه، هي بلاش اقول الهجره لاوروبا حلم، انا عايز ان من احد احلامي ان انا انجح احقق الاحلام وطموحاتي انا الشخصيه اللي انا حاططها واحسن من اللايف ستايل بتاعي او حياتي الشخصيه. ده لو هيبقى موجود في اوروبا ممكن نعتبر ان ده حلم ممكن احققه في وقت من الاوقات، بس انا مش شايف ان لحد دلوقتي ده متاح ليا بالنسبه لي مع تجربتي القصيره ومن النماذج اللي حواليا ومن الفرص اللي انا متاحه ليا النهارده. مش شايف ان انا اقدر اقول ان ده حلم ان انا اعيش في اوروبا بس، يعني مش فور ستوب يعني، فاهم يعني؟ هي لان لسه في فرصه تانية زي ما انت قلت في مصر، وحاجات تانية. طيب لسه يعني الاندماج اقصد يعني برضو جنب الاندماج، انا اسف انا دخلت الموضوع ممكن او اخد السؤال ده
تكملة نفس الإجابة في السياق، مش كل الناس بتنجح في شكل الاندماج، ولو أنا فهمت السؤال مظبوط، إحنا كعرب أو مسلمين بنبقى يعني religion oriented أكتر أو متمسكين بالفكرة الدينية، وده مش سهل يندمج هناك، ولا بيحصل صراعات أو ما يسمى بالcultural shock، وده بينتج من عنده عدم اندماج أو فشل في العلاقات، ده لو صح إن أنا أستخدم التعبير ده إلى حد ما، وبيحصل منها مضايقات كانت بقى بينتج عنها discrimination أو تفرقة عنصرية من الألمان لغير الألمان، أو إحساس بالاضطهاد من غير الألمان ناحية الألمان، وفي كلتا الحالتين ده بينتج مجتمع غير صحي، مش هينتج ويبقى فيه هارموني أو انسجام بشكل كامل. يعني هما بيكون عندهم، لو إحنا اختصرنا كل واحد بيديفاين فكرة الهوية من وجهة نظر، لو هي لغة ممكن قوي اكتسب اللغة ومش دي القصة، لو هي أرض مش مسألة حدود، لو هي أهل ممكن يكونوا أهلي هناك، بس الموضوع ممكن يتطلب ناحية، أنا آسف ممكن أكون جريء شوية في الإجابة، بس في مشروبات كحولية أنا مش أشربها، في مأكولات معينة محرمة من وجهة نظري، في علاقات معينة أنا مش هقدر أندمج فيها تماما، ولما بختلط بالمجتمع ده بحس إن أنا غريب وطول الوقت عايش في غربة ومش حاسس بالانسجام ومش هنسجم وقرر إن أنا هنعزل. أنت كعربي لا لازم دايما، مش هيخلوك تنجح، لا دايما هيحسون لحتة لو هما كارهينك، لا ممكن لو أنت تنجح قوي ممكن رجعوك الزيرو، ودي حصلت اوريدي في كذا حد بنعرفه في حالات اكيد، وحالات الثانيه محاوله الاندماج دي بينتج عنها في الاخر ان احنا في محاوله دائمه رغم ان في هدف اهم ان احنا بننتج، فده بيعطل. وممكن يعني انا ما اعرفش مصطلح صح ولا غلط، بس ممكن يبقى اندماج سطحي في الاخر خالص لكن مش اندماج عميق. طب اسال مدحت بقى، كان نروح لتقرير جمعيه المصريه لدراسات الهجره عشان يدونا بس شويه ارقام واحصائيات عن المهاجرين من مصر. كمان مدحت، انت هتروح المانيا هتهاجر، هيطلق عليك مهاجر، انت عايز ابنك كمان 20 سنه يطلق عليه مواطن الماني ولا يبقى مهاجر؟ مواطن الماني. مواطن الماني. طيب خلينا نروح للتقرير ونرجع تاني نكمل النقاش. بالنسبه لموضوع انه المانيا ارض الاحلام او كابوس، يعني سؤال طبعا سؤال متطرف لانه بيجيب لي الاذر اكستريمز، يعني الناحيتين بس الابيض والاسود، هو اكيد في حته في النص، هي والمانيا فعلا هي في النص. يعني المانيا طبعا مش ارض احلام، لانه ارض الاحلام دايما بالنسبه للشباب العربي هي امريكا والجينز والكاوبوي والحاجات دي، ده مش موجود في اوروبا. اوروبا على فكره مجهده وصعبه ولازم تثبت نفسك وتوصل وتمشي درجه درجه، ما فيهاش خبطات زي الارض الاحلام الامريكيه. ده نقطة. هل هي كابوس؟ لا طبعا بالتأكيد مش كابوس، يعني أي دولة أوروبية هي أفضل من العالم العربي كله في الحريات وفي الفرص وفي العمل وفي التدريب المتاح لأي شخص عاوز يدخل في سوق العمل. الشباب العربي بيهاجر مدفوع بالأساس بعوامل دفع مش عوامل جذب، عوامل طرد هي اللي بتخليه يهاجر من البلاد العربية لأوروبا أو ألمانيا أو لأي بلد آخر. مسألة أنه في حاجة بتشده هناك، لا، يعني انه تعليم احسن، حياه احسن، اكيد تعليم احسن وحياه احسن، لكن هو مش رايح عشان يحظى بتعليم احسن شويه او بحياه احسن شويه، هو رايح لانه مش لاقي شغل في بلده. لو اتكلمنا عن التاثير الايجابي، اوجدوا عماله رخيصه مدربه. خلي بالك احنا لو انت بتتكلم بالذات عن السوريين، السوريين معظمهم عماله ماهره. بين الناس دي ممكن يكون في ناس عندها افكار متطرفه، ممكن ياثروا على الثقافه الالمانيه المنفتحه جدا اللي يعني ما لهاش حدود في الانفتاح بتاعها، اللي بتتجاوب مع الثقافه الثانيه، ده ممكن يكون طبعا يعني يتعارض مع القيم والعادات والتقاليد اللي بعض المهاجرين السوريين خدوها معهم بالتاكيد. لكن السؤال هنا، هل الزياده بتاعتنا تمشي تركب مع النقص بتاعهم؟ للأسف أقول لك لا. ليه؟ لأنه ألمانيا دايما بتفتح باب الهجرة، لكن بتفتح باب الهجرة لناس محددة، لكفاءات معينة، هي الترس اللي عاوزاه عشان يركب في ماكينة العمل وفي ماكينة المجتمع الألماني مش نفس المقاس بتاع الترس بتاعنا. من وجهة نظر الشخصية أنه الهجرة في مجملها خير، يعني الهجرة حاجة كويسة، لانه من خلال الهجره دي انتقلت الثقافات والديانات يعني حتى التكنولوجيا انتقلت من خلال الهجره، اللي استفادت الدول اللي استقبلت مهاجرين بالكفاءات بتاعه المهاجرين دول. يعني المانيا لازم تفتكر انه حتى ألبرت أينشتاين نفسه كان مهاجر لامريكا، يعني ما عادش في المانيا اللي هي بلده. حابب اني اتحدث عن موضوع مهم جدا، الزواج. إذا تعيش في ألمانيا، ممكن أن تتزوج مرأة ألمانية؟ هي فكرة الزواج بالنسبة لي أكيد طبعا هتبقى مرفوضة، أنا متزوج، بس فكرة الزواج أصلا من شخص مصري
من ألمانية أنا شفتها، يعني أنا عمي واجهتها، وإن هو عمي متزوج من ألمانية وجوز برضو من نمسا، من النمسا. ففكرة الزواج من أجنبية أو من ألمانيا خصوصا أنا شايفها الموضوع ما فيهوش أي مشكلة طالما في توافق في الموضوع. بس تكون مسلمة؟ هو أكيد الأفضل بالنسبة طبعا هنا في مصر التفكير طبعا هتتجوز لازم تكون مسلمة عشان أولادك كده، بس طالما الموضوع يعني في تفاهم خلاص، يعني هو ده الموضوع يعني يرتبط بالشخص نفسه او الشخصين اللي هيتجوزوا، ما فيهوش اي مشكله، يعني ما فيهوش اي، يعني طالما في تفاهم ما بينهم خلاص. بيسالوا بانه بالمانيا بشكل عام الدين ما يعتبر موضوع مهم جدا خاصه بالنسبه للزواج، فهذا يختلف كثير عن يعني الهويه العربيه، صح؟ الهوية يعني هو أكيد الهوية دي هي اللي بتسبب المشكلة ما بين ما بين أي اتنين مثلا من وجهتين مختلفين. بس التفاهم بيتعدى كل ده، يعني هو التفاهم ما بين الشخصين بيتعدى كل الهوية وبيتعدى ومثال تاني يعني البنات مثلا بألمانيا، بنات في عائلة مسلمة، إذا البنت تتمنى العلاقة الشخصية مع رجل ألماني، هل هذا ممكن بدون مشكلة؟ أعتقد هو يعني هو مش أعتقد، هو أكيد مشكلة، لأن هو الهوية الإسلامية والدين طبعا بيرفض كل ده، فهو دي المشكلة الوحيدة اللي هو ممكن الألمان شايفينها، إن إحنا ممكن ما نندمجش معهم في الموضوع ده. إن أهم هو في أوروبا أيضا، أوروبا كلها بالضبط، يعني الفكر الأوروبي كله الغربي يعني باصص للموضوع ده إن هو لأ، يعني ده غير إزاي، وإن هو إزاي غير مقبول. لأ هو في الهوية العربية أكيد والإسلامية ده غير يعني غير مقبول تماما. بس من الناحية التانية اللي هو شخص يتزوج مسيحية الموضوع عادي، يعني ما فيهوش أي مشكلة، الناس بتبص له برضه حتى بشكل عادي. بس قسطنطين، هنا كان السؤال عن يعني الكتاب بتاعك إنسايد إسلام، وهو محقق يعني أكثر مبيعا في ألمانيا، ما أعرفش هاو ماني ويكس، كم أسبوع حصل الفترة اللي فاتت بيست سيلر؟ 10 أشهر حوالي. ردود الأفعال كانت عاملة إزاي؟ يعني قصدي نموذج انت اللي ممكن تقول لنا لما الكتاب نزل كان ردود الافعال من المجتمع الالماني ومن الجاليات العربيه كان عامل ازاي؟ يعني الكتاب بشكل عام هذا ترجمه الخطب بمساجد في المانيا، نزلت 12 مساجد في مناطق مختلفه بالمانيا وسمعت الخطب، ويعني بعدين كانت هناك ترجمه الخطب العربيه الى تركيا الى المانيا. السؤال بالنسبة لي كان ما هو الصور، ما هي الصور وما بيقول الإمام في هذه المساجد عن الحياة بين يعني المجتمع الإسلامي بألمانيا والألمان اللي بيعيشوا في بلدي. وبكل المساجد للأسف الإمام بيقول يعني هذا البلد خطر بالنسبة للحوائنا، هذا خطر بالنسبة لي يعني صحة البنات، لأنه هذا يختلف كثير كل الأشياء في الحياة اليومية تختلف كثير عن يعني التقاليد العربية الإسلامية، فما كان في أي alternative يعني في كل هذه الخطبات. فبالجانب الآخر هناك مثل ما قلت لك هناك نقاشات سياسية في اليمين في ألمانيا اللي بيقولوا يعني غير ممكن الاندماج بين المسلم والألمان بذات البلد إذا هناك هوية عربية ببلدنا. فبالنهاية أعتقد بعد الكتاب إنساد إسلام أن الجانبين مختلفين عن بعض وأقوى من ذي قبل. أنا بتذكر الوضع قبل 5 أو 6 سنين
والعلاقات الشخصية بين المسلم أو المجتمع المسلمي في ألمانيا والألمان كان أفضل مقارنة بالوضع اليوم. فأنا بسأل حالي كيف ممكن أن ستكون علاقات إضافية بالمستقبل الجاي؟ هذا سؤال مهم جدا يعني في السياسة الألمانية كمان. فما عندي إجابة، وأنا ما بشوف أن أي شخص وأي بارتي يعني السياسة بألمانيا عندهم إجابة لهذا السؤال. وهذا تعتبر كمان مشكلات كثيرة بالنسبة للمهاجرين اللي بيروحوا ألمانيا في يعني السنين اللي جاي، وهذا مهم جدا أنه بيفهموا. أنا أعتقد هيك أنه بيفهموا الناس اللي بدوا الرحلة إلى أوروبا أن الوضع الآن أصعب كثير مقارنة بالوضع قبل شوي. طيب خلينا قسطنطين، فعلا يعني انا كده فهمت اكتر اللي انت بتقوله، بس خلينا اكتر زي ما انت قلت لي في تحضيرنا للمناظره دي نشوف اراء من الشارع الالماني في العاصمه برلين. بيئة العمل لا تهمني، انا افضل بيئة عمل المانيا في برلين او حتى في المانيا. المرء بات معتاداً على ذلك، أنا أفضل بيئة عمل ألمانيا، ولكن سبق لي أن عملت لدى صاحب عمل عربي لمدة عام ونصف، وبصراحة أنا لم أشعر بأي مساوئ. لقد تعرفت على ألمان كانوا مهذبين، وتعرفت أيضاً على عرب كانوا مهذبين. لقد تعرضت لمعاملة سيئة من قبل كلتا الجنسيتين، لكن الأمر يعتمد دائماً على طبيعة الإنسان من الداخل وليس بناءً على الجنسية. إنه يعتمد على ما إذا بإمكانك العمل معه بشكل جيد، وما إذا كانت العلاقة مع زميلك في العمل جيدة. الأمر سيان بالنسبة لي، لأنني أتعامل مع الناس في عملي. أنا أخصائية اجتماعية، لذا أعتبر العمل في فريق متعدد الثقافات شيئاً جميلاً جداً، ويسعدني أن أعمل مع شخص عربي أو أي شخص من آسيا أو أوروبا، لا يهم. بالنسبة لي الأمر سيان نسبياً، سواء أن أعمل مع مهاجرين أو أن يكون في دائرة أصدقائي مهاجرون، بل حتى أن ذلك شيء جيداً في الواقع. سواء كانت الجنسية ألمانية أو تركية أو بولندية لا أبالي، تحت الجلد لا يختلفون عنه. بإمكان المرء العمل مع أناس عرب أيضاً. أنا شخصياً لدي زملاء في العمل ليسوا ألمان، ويستطيع المرء العمل معهم. كانت آراء الألمان مختلفة في برلين. قسطنطين، يعني دي بعض الآراء اللي موجودة في برلين، لكن الهجرة فعلياً دلوقتي في ألمانيا يا أمنة مثلاً، لو أنت بتفكري بشكل أو بآخر، هل شايفة أن هي محطة نهائية ولا ممكن تروح التجربة؟ ده لو تفتكر التفكير جه في دماغك مثلا. هو ممكن، بص هو ده يعني ده لونج تيرم يعني بعيد، هو ممكن كتجربة بس مش شرط، بس هرجع تاني يعني. أنا أوريدي أنا شايفة ده في أهلي يعني، أنا أختي إخواتي الاتنين هناك وأخويا هناك ومامتي هناك، يعني ده نص العيلة هناك، أوريدي هم خاضوا التجربة، فأنا كل يوم بشوف يعني ادوني الفيدباك. فانا عشان كده انا قلت لا انا هقعد هنا الا لو ايه بعدين بقى، لو الدنيا يعني مثلا البيزنس بتاعي كبر بقى وعايز افتح هنا كده اوكي، لكن غير كده لا يعني. الموضوع لما يعني بنحكي عن دور الدين مره ثانيه بالنسبه لي ليك، يعني بدك تروح المساجد في ألمانيا مثلاً، ويعني كيف ممكن أم تعيش الحياة الدينية خارج الشرق الأوسط؟ أنا عارفة طبعاً إن الموضوع هيبقى صعب لأنه عدد المساجد هناك قليل بالنسبة للموجود في مصر، وعشان تروح مسجد معين هيبقى في مسافة بعيدة، والكوميونتي أصلاً هتبقى قليلة لأن عدد المصريين أو العرب مش هيبقى بنفس العدد بتاع الألمان. بس أنت بتحاول إن أنت تشوف الكوميونتي اللي تحاول تخليك تتمسك بدينك اكتر، تشجعوا بعض ان انتوا تعملوا كسم حاجه معينه، تحافظوا على صلاتكم دايما، ما زي محمود ما قال قبل كده ما تحاولش ان انت تبعد قوي وتلاقي حاجات لا دي ما ينفعش تتشرب عشان ده حرام، او في حاجات في الاكل برضو ده حرام،
اكيد هتواجه الصعوبات دي، بس هي الموضوع انت هتاخد ايه وهتدفع ايه، كل حاجه وليها ثمن سواء هنا في مصر او في المانيا. بس انت ما عندك خوف بالنسبه للاعداء للاجانب؟ نعم. ما عندك خوف بالنسبة للأعداء للأجانب؟ لا ما عنديش. بألمانيا؟ لا لا ما عنديش. لأنه هناك مشكلات. هنا برضه في نفس العنصرية، ما فيش يعني هنا في نفس الخوف برضه. أنا ممكن أكون بالنسبة لواحدة منتقبة، أنا واحدة متبرجة مثلاً. عادي جداً. ممكن واحدة شعرها تلاقي انتقاد من الناس كلها، لو لبست لبس قصير أو لو لبست أي حاجة مختلفة عن الناس اللي موجودة بتواجه عنصرية، وساعات بتواجه كلام يضايقها وهي ماشيه في الشارع، او حد يكسر عليها وهي ماشيه بعربيتها. ده بيحصل هنا دلوقتي، فمالوش علاقه يعني، هو شعب مش اكتر يعني. التقينا احد الخبراء بالمانيا بهذا وشؤون الهجره والاندماج، وسالنا بعض الاسئله المرتبطه بهذه الشؤون. الهجرة إلى ألمانيا ترتبط الآن فعلياً بالعديد من الصعوبات القانونية والاجتماعية، وبالنظر إلى المناخ السياسي في ألمانيا أو في أوروبا بأكملها أيضاً، لا يمكن توقع تحسن للوضع، بل بالأحرى يتوقع أن يزداد سوءاً في السنوات القادمة إذا أخذنا بعين الاعتبار مشاريع القوانين المقبلة. مرحبا ابتهال، كيفك؟ أهلاً كونستانتين، خبريني يعني عندك الاستطلاع الرأي ونتائج هذه الاستطلاع. خليني أقول لك أن سؤال المرة دي كان بيقول للناس على السوشيال ميديا أنه من وجهة نظرك هل ألمانيا أو أوروبا بشكل عام هي بلد الأحلام وفرص للمهاجرين العرب، أم أنها خدعة أو أنها أرض الكابوس؟ اللي شارك معنا كانوا 4025 مشارك، وزي ما احنا تعودنا برضو احنا دايما بنخش في التفاصيل شوية عشان ندي ارقام دقيقة عن الموضوع. فكانوا 89% اللي بيقولوا انها ارض الاحلام، وان هم شايفين انه لا هي مش خدعة، لازم نروح المانيا ولازم نروح اوروبا، و 11% شايفين انها ارض الكابوس او انها خدعة. برضو معدل الاعمار اللي شارك معنا المرة دي تحت 30 سنة كان 59%، وده كان اكبر قدر من الاجابات. بين 30 سنة و 40 سنة كان 27%، اما فوق ال 40 سنة كان معدله 14%. عدد الناس اللي شاركوا معنا، في منهم مصريين، 71% منهم مصريين، و 29% منهم من جنسيات تانية، واكتر جنسية المرة دي كانت معنا هي مصر اللي جاوبت، وتاني جنسية كانت ألمانيا. وبرضه زي ما تعودنا كل مرة هنقول قد ايه معانا من الرجال مشاركين والنساء المشاركين. فاحنا معانا 61% من الرجال و 39% النساء شاركوا في استطلاع الرأي بتاعنا. من اهم الاجابات اللي جات لنا اجابة بيضة او بتقول انه ألمانيا هي ارض الاحلام. بيقولوا مهما قابلنا من صعوبات في اوروبا كلها تهون امام الحياة الكريمة ومظاهر الادمية الكثيرة اللي موجودة حوالينا، والأمن المستتب والنظام القوي اللي بيمشي عليه أي حد وبدون تمييز، عكس عن الدول العربية. أما اللي بيشوفوا أنها خدعة كان رأي منهم بيقول أن الحياة الصعبة وسط أهلك ومجتمعك وناس فهماك هي أسهل بكتير من الحياة في أوروبا، لأنه هناك لسه فرص كبيرة للنجاح في العالم العربي. واللي بيقول العكس ده فهو متكاسل عن البحث والسعي. فدي كانت الإجابات اللي معانا المرة دي في استطلاع الرأي على السوشيال ميديا. احنا بنقول لكل الناس اللي حابين يشاركوا في الحلقات الجديدة يقدروا يخشوا على السوشيال ميديا عندنا، ويقدروا يشاركوا عن طريق الإيميل اللي اسمه guest@blackwhite.tv، ده للضيوف، و audience@blackwhite.tv. شكرا جزيلا لك يا ابتهال على هذه المعلومات. وسألنا الناس بشارها في ألمانيا عن توقعاتهم تجاه مهاجرين في دول عربية. فيما يخص الأمل الكبير، لا أستطيع أن أقول بالضبط ما ينتظر هؤلاء الناس، لكن المؤكد هو أن وجودهم هنا ليس مبرراً، لأنه يوجد لدينا عدد كبير من المتقاعدين والمشردين الذين يعيشون في ظروف سيئة. والآن عندما يأتي الكثير من المهاجرين ولديهم أمال كبيرة جداً، ومن ثم يتم إيوائهم في بيوت للاجئين، وبعضهم يتعين إرجاعهم إلى بلدانهم، ثم تنشب احتجاجات وغير ذلك من القلة، أعتقد إنه يجب القيام بمزيد من التوعية في بلدانهم.
إنهم سينعمون جزئياً بحياة جيدة هنا، فهم يحصلون على كل ما يحتاجونه. أما أبناء بلدنا، سيما كبار السن الذين لا يكفي معاشهم للحياة، فيضطرون لطلب إعانة اجتماعية، ولا يحصلون حتى على الكثير. هذا بينما يحصل المهاجرون، أو الشعب العربي كما نسميهم هنا، على كل شيء، وهذا غير مقبول. يتصورون أن الأمور سهلة وأنه يمكن هنا الحصول على المال بسهولة، هذا بينما ذلك نتيجة عمل شاق، وهنا يجب على المرء العمل. ما يتصورونه هو عالم أحلام، لأن وضعي في بلدانهم ليس جيداً، ويأملون في حياة أفضل. رغم ذلك الحياة هنا رائعة، والأمور تسير على ما يرام، لكن هذا ليس بلد أحلام، ويجب علينا نحن أيضاً العمل، وهنا الأمور ليست دائماً مثالية. أعتقد أن ألمانيا تقدم للكثير من الناس العديد من المزايا التي تحفزهم على القدوم إلى هنا، لهذا أستطيع أن أتفهم أن الكثير من العرب والمهاجرين الآخرين يبحثون عن إمكانية للقدوم إلى هنا، لأن ألمانيا بلد قوي من الناحية الاقتصادية. كلا، لا تبرير لذلك، إنهم يعتقدون ربما أن كل شيء هنا سهل المنال، إنهم لا يعرفون ربما أنه يتوجب علينا العمل بكد. هذا ما يفكر فيه معظمهم، بأنهم عندما يأتون إلى ألمانيا سيحصلون على كل شيء، على الدعم والمساعدات، وأنهم سيعيشون حياة جميلة. تطلعاتهم عالية جداً، الحياة هنا لا يمكن أن تكون دائماً في غاية الجمال. أعتقد أن الكثيرين يريدون في المقام الأول البقاء على قيد الحياة، وهذا ممكن هنا على أي حال. من ناحية أخرى، رأيت ذات مرة على الأرض كشف حساب بنكي لأحد اللاجئين به حوالة بمبلغ 1000 يورو. الحياة هنا في ألمانيا ليست سهلة جداً بالنسبة للمهاجرين، ولكن قد تكون الظروف هنا أفضل منها في بلدانهم. الأمر يستحق العناء، وإذا كان لدى الشخص إرادة القدوم إلى هنا فهو سينجح. أصوات ألمانية يتحدثون عن الحاجات بالنسبة للمهاجرين العرب يعيشوا بألمانيا، ما رأيكم؟ هو آراء متوقع، يعني هو متوقع فعلاً بعد الفترة الأخيرة دخول أعداد كبيرة من العرب مش فاهمين الثقافة الألمانية، مش مفيش دراسة كافية لل يعني سافر على طول، يعني ما خدش فكرة عن الدولة اللي رايحة. فأكيد بعد السنتين أو بعد الثلاث سنين اللي هم زاد فيها العرب في الفترة ديت، أكيد لازم تبقى الردود الفعل كده. يعني هو بس الألمان هنا في التعليق زي ما كنا سنتين كلموا عن التوقعات أكتر، يعني مثلا هنقل طبعا النقطة دي بعد إذنك طبعا لمروة، يعني هم كلموا عن فكرة إن هو الشخص العربي بيبقى جاي، المهاجر العربي جاي عن توقعات إن الحياة سهلة جدا وهو يحقق كل أحلامه، عشان كده بنعمل الحلقة دي هي ألمانيا حلم ولا كابوس. رأيك كيف اللي سمعتيها مرة؟ لا، هي الحقيقة أكيد مش سهلة في ألمانيا، أنت بتدفع غربة، بتدفع تغيير في حياتك بشكل عام، إن أنت ما بتقدرش تعمل كوميونيتي زي اللي كانت موجودة في مصر، بس على الجانب التاني أنت بتحقق مستوى كويس في شغلك. بس أنا آسف بقطعك طبعا، عشان السؤال واضح، هو من وجهة نظرهم إحنا بنروح كعرب بتوقعات عظيمة جدا، هاي اكسبكتيشنز عظيمة جدا. تمام، فأنتي مع الفكرة دي ولا شايفة؟ احنا بنروح كده فعلا، كلنا بنبقى عايزين نمشي من مصر وعندنا توقعات هايلة ان احنا هنحقق كل حاجة في ألمانيا. انا مع ده جدا، كل الناس عايزة تمشي اصلا من مصر. طيب، فخلينا بعد اذنك يا كونستانتين وبعد اذن الضيوف نكمل النقاش، بس نستعرض الاول بس الحضور، هو رأيهم ايه في اللي بيحصل في النقاش بتاعنا بعد ما سمعنا رأي الألمان والتوقعات والهاي اكسبكتيشنز اللي ممكن تبقى عند المهاجرين العرب. كنت عايز في البداية اتعرف بس على رأيك، هي اوروبا لسه باللي انت سمعتيه ده وراي الالمان تجاه ان العرب ممكن يبقى عندهم توقعات زياده تجاه الهجره، بلد حلم ولا بلد كابوس؟ اكيد حلم، ان في يعني مثلا معظم الشباب اللي هم بيناوي يبقى في هجره مثلا بيقولوا اللي هم عايزين يكسبوا مال، عايزين يبقى معاهم يحققوا هدف هناك. معظم الشباب بيقولوا هنروح هناك نحدد مال او حاجه ونرجع مثلا هنا ممكن نتجوز او يحققوا هدف هناك الاول. بس شكرا جدا لرايك. خلينا نكمل استطلاع الراي. راي حضرتك ايه، مع الهجره اصلا لاوروبا ولا لا؟ لا، انا مش معاها خالص، يعني حاسه ان هو مش حلم بالنسبه لي، هو كابوس، مش هجازف في حاجه مش عارفه وراها ايه، مش هبعد عن اهلي بس كده بالنسبة لي.
طب بتشوفي بعد التقرير اللي اتعرض والألمان شايفين العرب ممكن يبقوا رايحين بتوقعات عالية شوية، بتقولي اللي عايز يسافر، هل اللي هو انت هنا عايش كويس ما تسافرش؟ وجهة نظرك ايه؟ انت هنا عايش كويس ما تسافرش، بقولها لجوزي. دي رسالة موجهة، كنت لسه هسألك. طيب هي يعني هي بتوجه رسالة لمدحت اللي معانا على طاولة النقاش عشان بتقول له ان انت ما تهاجرش، بس طبعا اعتقد ده قرار انتوا الاثنين هتشتركوا فيه. بس هنبدا نكمل ردود الافعال. رايك ايه، اوروبا حلم ولا كابوس؟ لا كابوس. يعني انا مش مع فكره خالص الهجره. انا ما اقدرش اسيب بلدي، لازم افضل قاعده هنا مع اهلي. مش حابه فكره السفر خالص. شكرا جدا لرايك. توقعات الالمان اللي قالوها ان العرب عندهم توقعات زياده مع الهجره، رايك ايه في التقرير؟ في الحقيقة يعني أنا شايفة فعلا أيوة، ممكن أي مهاجر عربي بيبقى عنده توقعات معينة بتبقى يعني أفضل من العيشة اللي هو عايشها هنا، فبيبقى حاطط expectations كبيرة جدا، شايف إن هو لما يجرب فرصة step في بلد تانية شايف إن هي ممكن تتحقق، فبالتالي هو بيبقى مسافر معاه طموح ومعاه حلم وأمل كبير جدا إن هو يحقق كل اللي هو نفسه فيه. لكن أحيانا ممكن هو لما يروح، وده فعلا الواقع، يعني يواجه تحديات كبيرة جدا، ولكن الأمل بيبقى موجود، يعني لسه طموحاته موجودة، ولكن أكيد هو لازم يحط في بالك. طيب بقاطعك، بس اللي اتقال على طاولة النقاش ليه علاقة بالحجاب وليه علاقة بالإسلام، أنت متخيل أنت لو هاجرتي هناك، أنت أصلا مع الهجرة ولا لأ؟ أنا الصراحة مع الهجرة، يعني مع الهجرة. لو هاجرتي هناك هيبقى عندك وجهة نظر ازاي تحافظي على هويتك العربية، تحافظي على دينك، تبقى في نفس الوقت كمان مش غريبة عن المجتمع، عندك اندماج زي ما كان بيكلم كونستانتين. مظبوط. ايوة انا يعني لو انا واخدة قرار ان انا اسافر اكيد انا هحسب حساب ان انا في تحديات هتواجهني، هبقى يعني احط ايه اللي ممكن اتوقع يعني انا هواجهه. اكيد مش هسافر هلاقي الدنيا كلها وردي وكل الاحلام هتتحقق فيعني كده بسهولة جدا، لا اكيد طبعا هبقى عارفه ان انا هواجه تحديات، ان انا الاقي فرصه العمل المناسبه ليا اللي انا بطمح لها، هلاقي التقدير، الاقي ان انا كمان برضو السكن، اكيد ده برضو دي مشكله بتواجه كتير من الشباب المتغربين، كمان برضو ان انا احافظ على هويتي كاسلام، كهويتي كعربيه، ده طبعا ده تحدي كبير جدا لازم انا ابقى عامله حسابه قبل ما اسافر اخد خطوه السفر والغربه. شكرا جدا لك. مساء الخير. حد من اولاد حضرتك قال لك انا مهاجر بكره، مقرر هاجر لاوروبا، انت اول حاجه مع القرار ولا ضد القرار؟ لا انا ضد الهجره. ليه يا فندم؟ انا بعتبر ان اللي بيهرب من البلد، يعني انا بعتبر ان اللي بيقرر الهجره ده هربان. صحيح ظروف البلد صعبه، صحيح الشباب اللي طالع جديد مش لاقي فرص كفايه انه يستمر او يكبر، بس ده مش معناه ان انا اسيب البلد وامشي، لان واحد ساب البلد والتاني والعاشر والتلاتين البلد هتفضى، مش هيبقى فيها حد يشغلها، مش هيبقى فيها حد يقوم بيها. بس ضيوفنا اللي عايزين يسافروا زي مثلا مدحت ومروة شايفين ان لا انا هناك ممكن اعمل خطوات اسرع، هناك ممكن يبقى عندي مكاسب على المستوى المادي وحتى على المستوى الاجتماعي وحتى على مستوى التأمين الاسري بعد كده، تعليق حضرتك ايه على ده؟ هو هيسافر ويرجع ولا هيسافر ويقعد؟ طيب خلينا من السؤال ده ننقل للسؤال لطاولة النقاش ونسأل مروة نفس السؤال اللي اتسأل عن طريق كونستانتين، سؤال لمروة سؤال لمدحت، هو انتوا بتفكروا في الهجرة عشان تهاجروا كتجربة وترجعوا تاني ولا ان انتوا كملوا على طول؟ هو انا مش بفكر ان انا ارجع واكمل تاني في مصر الا لو حصلت حاجة عائلية تخص اهلي تستلزم ان انا اكون موجودة في مصر معاهم او جنبهم، دي اكتر حاجة هتخليني ارجع تاني مصر. اللي بيسافر لازم يرجع، بس الرجوع ده هل هو رجوع نهائي ولا رجوع لفترة مؤقتة؟ انا اعتقد بالنسبة لي انا فترة مؤقتة، لان الواحد بيبدأ يسيستم حياته هناك، يبدأ بيبدأ يشوف كارير يشتغل فيه هناك، فاكيد مش بعد مثلا ما هلاقي الشغل بتاعي وحياتي هناك اكيد هرجع، فاكيد هكمل على الاقل مثلا فتره لحد ما اكون اكون نفسي وارجع تاني، ممكن اشتغل بنفس التكنيك اللي كنت شغال بيه هناك اشتغل بيه هنا، بس فكره الرجوع على طول ديت اعتقد ان هي مش في دماغي، يعني هو ممكن رجوع فتره مؤقته وبعد كده رجوع تاني.
تحدثنا اليوم كثير عن دور الدين بالنسبة للاندماج، ما رأيك؟ هل هذا ممكن بذات الوقت؟ أنا شايف إن في نقطة معينة مش هيحصل، يعني في المساحات الاندماج كتير، يعني زي مساحات العمل، زي السوشيال لايف أو الحياة الاجتماعية ما بين الناس، لكن بيجي عند الدين وبيبقى فيه برايفت زون كده لكل حد أو مساحة الخاصة بتاعته، إن هو ممكن من حقه إن هو يحتفظ بيها أو يحافظ عليها. أنا شايف بالنسبة للوطن العربي معظم الناس المصريين أو في الوطن العربي والمسلمين هو الدين من ضمن الأولويات بتاعتهم، على عكس أوروبا نوعا ما ممكن يكون العمل وثقافة العمل والإنتاج هو الأولى، فهنا بيحصل عدم الاتفاق بشكل أو بآخر يعني. لكن في العموم كل حد ممكن يقدر يحافظ على المساحة الشخصية بتاعته طالما لا يضر آخرين أو ما سببش ضرر لآخرين، ممكن أجانب حتى كمان يكونوا عايشين في الوطن العربي أو في مصر وما بيكونش بيسبب ليهم أي اضطهاد. فعلى النقيض أنا ببص على الألمان، لو هو هيسبب اضطهاد للمسلم يبقى كده في حاجة مش صحية يكون من ناحية الألمان مقابل العرب، رغم أن في أجانب كتير أو ألمان بيشتغلوا في الشرق الأوسط في positions أو بغض النظر وظيفة بتاعته هو إيه، وعايش مع أسرته كاملا في الشرق الأوسط وممكن ما يحسش بأي اضطهاد لأن هو المساحة بتاعته الشخصية ما بيضرش بيها حد من حواليه، لكن يقدر يشارك أي شيء تاني ويندمج فيه بشكل طبيعي. بعد حلقة اليوم مين منكم بيقول إنه ألمانيا كابوس؟ كابوس كابوس كابوس؟ لا؟ ما اقدرش اقول يعني انا مش مع مصطلح كابوس. حلم مش مع مصطلح كابوس، هو ولا حلم ولا كابوس يعني ببسط. كابوس على حسب انت موجود فين، بس في كل حته في كابوس وفي كل حته في حلم، يعني كل واحد بيصنع حلمه، كل واحد بيصنع كابوسه في مكانه. هذه كانت كلمة الأخيرة في هذه الحلقة، وصلنا إلى نهاية الحلقة اليوم. شكرا لضيوفنا الكرام، شكرا لكم، شكرا هيثم كثير، شكرا كونستانتين، وإلى اللقاء قريبا مشاهدينا الكرام إن شاء الله.